الكشف عن الأسرار والتفاصيل عن وفاة لوكمان سليم معارض حزب الله اللبناني ومن هو هذا الشخص. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. فتح القضاء اللبناني تحقيقا بملابسات مقتل الناشط لوكمان سليم الذي عثر على جثته داخل سيارة في جنوب لبنان، كما طالب منسق الأمم المتحدة في لبنان بتحقيق سريع وشفاف بالحادث. كما تم نقل لوكمان سليم إلى مستشفى صيدا الحكومي بعدما انتهى الطبيب الشرعي من الكشف عليه وتبين أنه مصاب بخمس طلقات نارية، أربعة في الرأس وواحدة في الظهر. وقال منسق الأمم المتحدة: إنني منزعج للغاية من الخسارة المأساوية للوكمان سليم الناشط والصحفي المحترم والصوت المستقل الصادق الشجاع. أطلب من السلطات التحقيق في هذه المأساوية بشكل سريع وشفاف واستخلاص النتائج اللازمة. وكان قد أعلن العثور على الناشط داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفتحتة في جنوب لبنان بعد أن أعلنت شقيقته رشا الأمير عن فقدانه منذ عدة ساعات. وقالت على تويتر: شقيق لوكمان سليم غادر ناحية الجنوب من 6 الصبح أو من 6 ساعات عائدا إلى بيروت وهو لم يعد بعد، وهاتفه لا يرد ولا أثر له في المستشفيات، من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورا. وكان سليم معروفا بمواقفه المعارضة لسياسات حزب الله اللبناني. وقد عثر على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفة مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك. وقالت رشا: وجدنا الهاتف في ناحية الجنوب ولم نجد لا سيارة ولا لوكمان، أين لوكمان؟ وقد تعرض لوكمان سليم لكثير من المحاولات للتشويه واتهامات بالعمالة من أنصار حزب الله، وفي 13 ديسمبر الماضي وجد على سور بيت عائلته شعارات تهديدية. من هو لوكمان سليم معارض حزب الله الذي عثر عليه مقتولا اليوم؟ اللهم أشهد إني بلغتك إنها كانت نبوءته بالمصير الذي سوف يصل إليه. هذه كلمة المعارض اللبناني لوكمان سليم الذي عثر عليه اليوم مقتولا داخل سيارته بالرصاص. سليم هو من أشهر معارضي لبنان وانتقد حزب الله وسلاحه معتبرا إن أجنداته خارجية ويقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان. وقالت المصادر إنه تعرض سابقا لحملات تخوينية عدة من قبل موالي وأنصار الحزب وحركة أمل، حتى إنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله تاركين له رسالة تهديد وملوحين برصاص وكتم صوت، ما دفع الباحث إلى إصدار بيان حمل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بريء، وهو من أسس جمعية أمم ومارس نشاطات ثقافية واجتماعية وفكرية. ولد لوكمان في حارة حريك بالقرب من العام 1962، ثم انتقل إلى فرنسا في عام 1982 لدراسة الفلسفة.